ومن واجبنا نحن الاستجابة لهذه المطالب وحماية المتظاهرين. هكذا كانت حماية المتظاهرين في العاصمة طرابلس، تفريق بمضادات للطيران وخطف قسري واعتقال على الرأي لمواطنين خرجوا للمطالبة بأبسط حقوقهم. قسم التحقيقات بمكتب النائب العام كشف رئيسه عن تعليمات بخصوص معتقلي الرأي في طرابلس على خلفية مظاهرات حراك 23 أغسطس، وأشار رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إلى أنه تم إصدار قرار الإخلاء الفوري لحوالي 60 إلى 70 متظاهرا ممن لم يرتكبوا أي جرم، لكنه لم يتأكد بعد من تنفيذ أمر الإفراج. احتجاز أعداد كبيرة من المتظاهرين بحجة الإجراءات الأمنية بحسب خبراء كان كخطوة لإثارة الرعب في نفوس المحتجين وقمع متطلباتهم المشروعة. وسلط رئيس قسم التحقيقات الضوء على ما وصفه بالمغالطة الكبيرة بشأن الحصول على حق التظاهر قائلا إن غالبية المواطنين يتحدثون عن ضرورة الحصول على إذن من وزارة الداخلية، لكن الإجراء الصحيح يتم عن طريق التوصل مع مديرية الأمن المعنية بالمنطقة التي سيتم فيها التجمع أو المظاهرة. فيما أكد حراك 23 أغسطس بأن الخروج كان شعبيا دون التنسيق مع أي جهة كانت، لما تشهده المنطقة الغربية من أوضاع معيشية مزرية في ظل الفساد المستشري.